الرئيس السيسي يستقبل وزيري خارجية فرنسا والصين ومستشار جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وزير الخارجية يتوجه للجزائر حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس تبون. الأرصاد تحذر من طقس الغد، رياح مثيرة للرمال والأتربة والحرارة تصل إلى الصفر بسانت كاترين. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وزير خارجية فرنسا، واستقبل الرئيس السيسي أمس مستشار جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما استقبل الرئيس السيسي أمس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني، كما اجتمع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر. تناولت الاجتماعات الحرص على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، هذا غير متابعة سير المشروعات الاستراتيجية. توجه صباح اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الجزائرية، وذلك لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحث حول القضايا محل الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه الرئيس تبون، فضلا عن الالتقاء بنظيره الجزائري صبري بوقدوم، حيث من المقرر بحث سبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدما. احتفلت أكاديمية الشرطة بتخريج 71 من الكوادر الأمنية الأفريقية الذين اجتازوا دورتين تدريبيتين في مجال التعامل مع المفرقعات وحماية الشخصيات والمنشآت الهامة والحيوية. المزيد في سياق التقرير التالي. واحد وسبعون متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية حصلوا على دورتين تدريبيتين في مجالي الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات محلية الصنع وفحص آثار ما بعد الانفجار وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة والحيوية، حيث أقام لهم مركز بحوث الشرطة احتفالية بمناسبة اجتيازهم الدورتين، ليأتي ذلك امتدادا للدور الحيوي لوزارة الداخلية في تدعيم أواصر التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية. فكرة التواصل والاستمرار في التواصل ما بين المركز والقيادات والكوادر الإفريقية نقطة مهمة جدا وحيوية بالنسبة لمصر. بنكون أصدقاء لمصر وبيتعرفوا على القدرات والخبرات المصرية في هذه المجالات، بينقلوها بقى لبلدهم والكوادر الموجودة هناك. برنامج تعليمي وتدريبي مكثف تلقاه المتدربون جاء مواكبا لأحدث المستجدات الأمنية نظريا وعمليا، واستفادوا من الإمكانات التي تتمتع بها أكاديمية الشرطة في عمليات التدريب والتأهيل بأسلوب عملي متطور، فضلا عن البرنامج الثقافي الذي تضمن زيارات لأبرز المعالم الأثرية والسياحية. استفدت كثيرا من محتوى هذه الدورة التدريبية، ولقد شعرت بتأثر كبير من مدى فعالية هؤلاء المدربين الذين في الواقع منحونا الكثير من الفائدة، وكانت لديهم الكثير من الخبرة العملية والنظرية في هذا المجال. قمت بالعديد من الأعمال التي أتاحت لنا تعزيز القدرات في موضوع الكشف عن المتفجرات والتعامل معها. قد حصلنا على الكثير هنا وتعلمنا الكثير، وعند العودة إلى بلادنا سنقوم بنقل كل هذا إلى الزملاء. الدارسون أعربوا عن تقديرهم للدور المصري في دعم القارة الأفريقية خاصة في المجال الأمني من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات الأمنية لأداء دورهم باحترافية شديدة عقب العودة لأوطانهم. أشكركم كثيرا لهذه الأكاديمية لهذه المعرفة التي تمكننا من أن نحظي بها، والتي سوف أقوم بنقلها لزملائي في بلدي الأم، وسوف واستفدنا منها جميعا. هذه المبادرة المصرية هي في الواقع مبادرة مشجعة تتيح تحسين مستوى الدول الأشقاء حتى تستطيع مواجهة هذه الآفة الإرهاب. هكذا هي مصر دائما داعمة لأشقائها الأفارقة في كافة المجالات.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط غدا الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانا، تمتد خفيفة إلى متوسطة ومناطق من شمال الصعيد. ومن المتوقع أن تشهد مدينة سانت كاترين طقس شديد البرودة، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى فيها ما بين 0 و2 تحت الصفر.